بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عزيزي بذمتك كان ينفع ان احنا نسيب الفيديو الجميل بتاع كورفا سود لما غنى رجاء فلسطيني؟ لا والله ما ينفع. انا سامع من زمان ان كورفا سود رجاء عندهم اغنيه اسمها رجاء فلسطيني، بصراحه حبيت جدا ان انا سمعتها النهارده في مباراه الرجاء والسوالم. رغم ان الرجاء اتعادل بس انا حبيت، بصراحه حبيت التوقيت بتاع جماهير اللي اختاروا ان هم يرددوا فيه الاغنيه بتاعتهم. حبيت جدا التوقيت ده. التوقيت ده طبعا كلنا شفنا قصه فادي وبنته وحوارات كتير، وشفنا هجوم على الفلسطينيين وشفنا حوارات كتير جدا. فجمهور الرجاء بيدي مسج لذيذ جدا ان القضيه ملهاش علاقه بالاشخاص، ودي بصراحه من الحاجات اللي انا بحس فيها ان الناس دي فعلا فلاسفه في المدرجات. فن اختيار التوقيت يا مان. لا انا بحب جدا الناس اللي بتختار توقيت صح علشان خاطر تطلع تتكلم فيه. الناس ساموا كل حاجة بعد ما هديت وقرروا ان هم يغنوا رجاء فلسطيني، وكانوا عارفين كويس ان الكاميرات هتصور، وكانوا عاملين كراكاجات تخلي الكاميرات تصور غصب عن اي مصور موجود في الملعب هيصور المنظر اللي هم كانوا عاملينه. هم عاملين عظمة وعاملين منظر لازم تقعد تتفرج عليه وتقعد تقول الله الناس بتعمل ايه، وتقعد تسمع كده الاغنية وتقعد تسمع هتافات جماهير الرجاء وهي بتغني رجاء فلسطيني رغم كل الحوارات الكتير اللي كانت دايرة. فدي حتة جميلة جدا من قبل جماهير الرجاء، اختيار مميز للتوقيت. انا بالنسبة لي التوقيت بتاع اختيار جماهير الرجاء ان هي تغني رجاء فلسطيني مميز جدا. اما قصة ان هم متعاطفين مع القضية الفلسطينية فدي تحية كبيرة جدا ليهم، وتحية كبيرة جدا لأي حد لسه متمسك بشوية مبادئ وشوية عقائد موجودة عنده مهما اختلف الوقت ومهما شاف من طرف تاني حاجات ما تعجبوش ولسه متمسك ان القضية ملهاش علاقة بالاشخاص، فتحية كبيرة جدا ليه بصراحة. اما الناس اللي من ساعة ما سمعوا كلام فادي وهم بدأوا يقلبوا وقال لك كل الفلسطينيين شبه فادي والكلام ده، فانا اسف يا زميلي انا مش متفق معاك خالص. وبلاش تعمم، ما تعملش في نفس المشكلة بتاعتي، وهي ان انا ساعات بعمم وساعات بخسر كتير. فانا بصراحة تاني وتالت ورابع عجبني جدا غناء جماهير الرجاء النهاردة رجاء فلسطيني، وعجبني برضو الامانة التحية اللي حيوها للعيبة وان احنا الشعب يريد تشامبيونز ليج. انا عجبني بصراحة كل اللي هم عاملينه من بداية من حملة التبرعات للعيبة. كان في كلام على حملة التبرعات من الجماهير للعيبة، وكان في ليلة كبيرة قوي. كل ده بيثبت لك فعلا ان الجماهير بتدي درس لاي حد عايز يتعلم تشجيع يتعلم من جماهير الرجاء، ودي برضو حته حلوه ولذيذه بالنسبه لجماهير الرجاء ان هي ما بتشتمش حد، ودي اعتقد ان هو مسج لذيذ جدا. اتمنى ان الجمهور عندنا في مصر يفهموا انك مش لازم عشان تبان انك بتحب فرقتك انك لازم تشتم في الناس كلها وانك لازم تهاجم الناس كلها. اتمنى ان المدرج بس يبقى للتشجيع ولمحاوله من الابداع، المدرج ما تطلعش فيه خلافاتك الشخصيه، حاول ان انت تطلع فيه افضل حاجه ممكن تعملها، ولو ما تعرفش ازاي خد جوله كده في الكره المغربيه واتفرج في المدرجات هناك هتلاقي الدنيا هناك تمام والحياه هناك حلوه، مش هتلاقي الحياه كلها عباره عن جماهير جايه تهاجم شيكابالا وكلام فاضي من ده. اتمنى الرساله تكون وصلت، واتمنى ان الناس تفهم مغزى هذا الفيديو. عايز تعمل لايك وسبسكرايب اهلا وسهلا بيك، مش عايز تعمل فانا عايز اقول لك ان جماهير الرجاء اخترت التوقيت المثالي ان هي تغني رجاء فلسطيني، وان احنا نفضل مع القضيه الفلسطينيه حتى لو شفنا فادي وشفنا امثال فادي كتير. القضيه ملهاش علاقه بالاشخاص، الارض هي المقدسه وليس الاشخاص هم المقدسون. اتمنى تكون فهمت حاجه، لو فهمت حاجه اهلا وسهلا بيك اشترك معانا في القناه. ما فهمتش في لعيب مغربي في الصوره، اول اسم منه نايف واخر اسم اقرب، وريني هو فين في الصوره.